صخر يعني، او تحس ليه كانت كورة وميتة من سنين، برضه بنسميها روك برضه. روك واضح؟ ريسنتلي كيلد كورة يعني كانت شعب يعني عايشة، وتقريبا جزء منها مات او جزء منها يعني لسه عايش او هتموت، هتحس ان لونها مصفر. كل حاجة من دي هننزل المية ونشوفها. بقول لك دي يعني هارد كورة، خد بالك دي يعني سوق. انا هقول لك الحاجات دي، دي القصة التانية. القصة الأولانية تشيك دايف، القصة التانية العمل بتاعت الكورال، الغطسه الثالثه العمل بتاعت الفيشز. ماشي. يعني غطسه كلها بس علامات. حلو؟ ماشي. اكد انت حافظها هقولها لك. اقول لك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، وبعدين ممكن اجي لك اقول لك انت قول لي بقى دي ايه؟ دي الاشاره، مش هتعرف انت حافظها. الغطسه كلها هتبقى كده. واضح؟ يوم نقطه يوم لذيذ كده. ايه تاني؟ الار بي الرابل اللي هي الشعر المكسره قطع. بتلاقي كده قطع صغيره زي دي كتير قوي، ممكن بقى من ديناميت مش عارف ايه، دي اسمها رب. خلاص؟ مش عارف ايه؟ مش عارف كده؟ كده كده؟ ليه شايف؟ نص ساعة ميت نص ساعة حي. يعني انت لا يعني قصدي يعني تلمهم، ممكن تلمهم يعني كذا حاجة مع بعض. دي بقى اللي هي ريسنت اللي كيلد. ريسنت اللي كيلد هي كده. ايه؟ ريسنت اللي كيلد. معلش هنحفظ الشرط دي، انا هقدر اجيب جميل. خلاص دي شرط. الرابرز اهي. تمام؟ السلت والساند. الساند حتى بالساند لو انت يعني غرست ايه كلها رمله. رمله زي ساندي بيتش او بتاعت السيجراس رمله.